وجدوا بكل أريحية إن شاء الله باش نحقوا 3 نقاط عادية. ما راحش تكون مهمة سهلة. شفنا فريق شلف كانوا خسروا مباراتين الأولين، راح يجيبوا بكل عزيمة باش يديروا لوتو بور لوتو، وحنا تاني إن شاء الله نكونوا في يومنا إن شاء الله باش نحقوا النتيجة. بون شنو نقول لك، المباراة كانت صعبة مع فريق شلغم العيد اللي طبق مليح. نخوفوا المباراة الجاية إن شاء الله مع شلف، إن شاء الله نكونوا على وتر، نكونوا جروب سويدي إن شاء الله باش ممكن نحقوا النتيجة إن شاء الله. الفريق راه جاهز 100% للمباراة. بيان سير إن شاء الله نكونوا على وتر إن شاء الله 100% نحقوا النتيجة. بون أنا دخلت تاعي، أنا دخلت باش نعاون الأصدقاء تاعي. الحمد لله انا مشغول، ما درتش حاجه كبيره ولا هذه، مشغول باش نفرحوا الانصار، والحمد لله 3 نقاط هذيك. ونقول لهم يصبروا ان شاء الله باش نعاودوا نوليو كما كنا ان شاء الله، ونديروا اللي علينا ونزيدوا نفرحوهم ان شاء الله في اقادم المباريات ان شاء الله.